لقد استهتر باهتمام الصحافة الوطنية والجهوية ومواقع التواصل الاجتماعي والشارع بصفة عامة مشكل ديال غلاء فاتورات الماء والكهرباء، وحيث تفاجأ عدد من المواطنين بفاتورات ثقيلة لا تراعي ولا تتناسب مع الاستهلاك المألوف. في اجتماع ديالنا مع المدراء الإقليميين أكدوا على أن هذه الفاتورات هذو السبب ديالهم هو أنه تجمعوا هاد الشهور ديال 3 و 4 و 5 و 6 لأن الموظفين ما كانوش يخرجوا باش يهزوا دوك العدادات الأرقام، داك الأرقام اللي كاينة. إذا هنا وقع واحد الخطأ، وقال لك أننا غادي نحاولوا باش نستدركوا هذا الخطأ، ولكن تستدركوا باش غادي تستدرك هذا الخطأ هذا؟ أنك إذا خاص تكون واحد المراجعة لهذه الفاتورات هذا مع مراعاة للأشطر. المستهلك المغربي والمواطن المغربي كان تينتظر باش يكون واحد الإعفاء كلي. إذا هنا وقع العكس، أنه بدلا باش يكون إعفاء كلي جات فواتير اللي هي سمينة جدا. إذا باش يكون هذا الإعفاء الكلي لذوك الطبقة المعوزة والفئات الهشة، أو على الأقل يكون واحد الإعفاء اللي هو إعفاء جزئي. علاش؟ لهذوك الناس اللي ذوي الدخل المحدود والناس اللي عندهم مثلا البطاقة ديال الرميد. واش في نظركم أن المواطن كان جالس في دارو سد المحل ديالو مثلا الصناع التقليديين كان جالس ما خدام ما ردام وتجي الفاكتورة تيتسنى الكرا تيتسنى المعيشة تيتسنى بزاف ديال الحوايج وتجي الفاتورة فيها 800 درهم و 1000 درهم، اللهم إن هذا منكر. إذا هنا علاش فرنسا عفات المواطنين ديالها من الفواتير ديال الماء والكهرباء؟ إذا حنا العاده ديالنا حنا تنتبعوا فرنسا، داكشي اللي دات فرنسا تنديروا حتى حنايا. إذا علاش حتى حنا ما نتبعوا نعفوا حتى حنا نعفوا المواطنين ديالنا من هاد الفواتير ديال الماء والكهرباء؟ في حين أن تنجد صاحب الجلالة دائما في خلال هاد في التدخلات ديالو يدعو إلى تكتيف التضامن. إذا أين يتجلى التضامن هنايا؟ فاش كاين هنا هذا التضامن هذا؟ خاصة في هاد في 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 هاد الجائحة ديال كورونا، وكما نعبر عن أسفنا الشديد لصمت الحكومة ولعدم تدخلها أنها لم تحرك ساكنا لحد الساعة. أنا تنجدو غير المواطن هو اللي متضرر، هز الأوراق ديالو داير ووقف قدام المكاتب أو الوكالات التجارية ديال الماء والكهرباء. إذا هنا هذا اللهم إن هذا منكر. عندنا مثلا هاد الناس هاد كما قلنا هاد الأسر المعوزة في صندوق ديال الكورونا كان اللي عطاه واحد 800 درهم، كان اللي عطاه واحد 1000 درهم. إذا واش أنت عطيتيه 800 درهم وهو يلا خرج، هو خرج من الحجر الصحي. ثانيا ولقاه رمضان ولقاه العيد الصغير ولقاه العيد الكبير ها هو قدامه، ولقاتو المؤسسات الخصوصية اللي ما كانش تنتظر أنها طلبوا مبالغ، رغم أن التلاميذ ما خدوا إلا دروس اللي هي نظرية أو ما يسمى بالتعليم عن بعد. إذا هذه الأسرة هذه اللي عندها 800 درهم واش غادي تخلص بها الكرة؟ واش غتشري بها الدواء؟ كاين الناس اللي تيعانيو من أمراض مزمنة، كاين واش يخلص بها الأدوية؟ إذا هنايا واش غادي هاد 800 درهم يلا غتقدو في الخبز والزيت، يشتري الزيت ويشتري الخبز، راه هي الله ما غادي يشتري اللحم، ما غادي يشتري خضره. منين غادي يشتري هادشي؟ هو سد المحل ديالو، عنده واحد الحرفه في يده اللي هي صناعه تقليديه، ما خدامش 3 شهور ولا 4 شهور ما خدامش. اذا منين غادي يدخل هادشي؟ اذا عطاتو 800 درهم ولقيتو مع الفاكتوره ديال الماء والضوء فيها 800 درهم، اش يدير هذا المواطن هذا؟ هاد الشركات معهم تنتعاملوا ديال الماء والضوء؟ هاد الشركات راه هما ماشي شركات، هما وكالات تجارية تتبيع وتشري في الماء والضوء، راه ماشي شركة، راه وكالة تجارية. إلا شداتك ما غادي تزقلكش. إذا هاد العقد اللي تيربط هاد الشركة مع المستهلك هو عاد تيتسمى بالعقد الإذعاني، واللي هو شرط تعسفي.
غادي نشرحوا علاش. الشرح تاع السوفي هذا في القانون ديال حمايه المستهلك 3108 في الماده 18، لانه هو عقد من جانب واحد. اشنو هذا الجانب الواحد؟ هو الشركه. تتحط نهار تدخل المكنه ديال الموضوع تتحط لي تيعطيك واحد العقد، تيقول وقع لينا هذا العقد، واش انت ممكن انك تقول لي حيد لي هذه وحيد لي هذه؟ ما يمكن لك تقول لي والو. اذا تيعطيك داك العقد تتوقع عليه، تيتسمى هذا العقد اللي الزامي. تيقول لك شوف، تقول لي وحيد لي هذه ما بغيتهاش، ولا هذا الشطر علاش درتو شطر 5؟ تيقول لك هذا هو العرض اللي عندي، عجبك تبارك الله، ما عجبك الله عاوننا عاونك. اذا هنايا ما بقاش ديك حريه الاسعار والمنافسه، ما بقاش هنا حريه الاختيار، ما بقى حتى شي حاجه. اذا هنا تيضرب لك بزاف ديال المواد اللي تيجي بها حمايه المستهلك اللي 3108. تيقول لك هذا هو الشرط اللي عندي، ما كاينش تنافسيه، ما يمكنش غتقول له ودي وصافي الله انك انا غادي نمشي نشوف شركه اخرى. لا، هذا الشيء اللي عندك، عندك الرمسه وعندك لويونو، عندك الرمسه وعندك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وعندك الكهرباء، ما عندك فين تمشي. اذا ما عليك الا ترضخ لهذاك العقد. كاين تعسف الاخر، هذا الشرط التعسفي اللي هو تنص عليه الماده 18 من قانون حمايه المستهلك. كاين واحد الشرط التعسفي اخر، هو مثلا كاين مناطق اللي ما فيهاش الوضع الحر، ما فيهاش الصرف الصحي، ولكن هذاك المواطن تيخلص الصرف الصحي رغم ان ديك البلاد او ديك المنطقه او ديك المنطقه ما فيها الصرف الصحي وتيخلصوا. كاين اللي ما عندوش تلفازه وتيخلص على التلفازه. هذا هو هاد الشروط اللي تتسمى هي شروط تعسفيه ولا يمكن القبول بها. اذا المشرع في الماده 166 ديال المخالفات والجنح، المشرع وسع الصفه ديال الضبطيه، راهي لا، وخاصه في الماده 59 تيقول لك تحت طائله البطلان في استغلال جهل المستهلك لعمليه حساب الفوتره، ولا يتم فيها اخبار المستهلك بذلك، فهذا هنا تتكون واحد العقوبه حبسيه اللي تتوصل حتى لخمسة سنين، وتتكون واحد الغرامه ماليه تتوصل حتى لمليون ديال الدرهم. اذا هذا حمايه المستهلك ديال الدول اللي تتعترف بالمواطن، ديال الدول اللي تطبق القانون. حنا هذا القانون راه عندنا، وفي هذه الطائله هنا في هذه الماده 59 راه ممكن ندعيو حنايا هذه الوكالات هذو وممكن نربحوهم، ولكن القانون ما تيطبقش عندنا في المغرب، ما تيطبقش هذا القانون هذا. اذا هنايا شكون اللي تيغلي الماء؟ باش نعطيكم واحد المعلومه، كاين شركه تدبير المفوض. هاد شركه تدبير المفوض اللي فوضت لها الدوله وفوضوا لهاد المكاتب ديال الموضوع وديال والكهرباء، فوضوا لها تدبير باش انهم يبيعوا ويشتروا في الماء. الوكاله تتبيع لهم الماء وهما تيعاودوا فيه البيع بالضبط 100% بالضبط. اذا هاد الاستراتيجيه ديال الشركات ديال تدبير المفوض، هاد الاستراتيجيه فاشله. هل يعقل انني تنفوض لواحد الشركه فرنسيه او لا اسبانيا او لا ايطاليا، تنفوض لها باش هي تجمع الفلوس وتجمع من عند المستهلك وتحول هاد الى تحول هذا الى عمله صعبه وتصفتها لبلادها؟ لا يعقل انني نفوض لهذه الشركه هذو. اذا يجب اولا خاصة يجب احترام هاد الاشطر هذو. للاشاره فنعطيكم مثال ديال هاد الاقساط ديال هاد الفوتره. مثلا في الماء كاين حتى ل 6 متر مكعب تتخلص ب 3 دراهم، من 6 حتى ل 12 تتخلص ب 6 دراهم، من 12 فما فوق تتخلص ب 10 دراهم. اذا الا في 12 متر مكعب ما تتبقاش تخلص ب 3 دراهم وب 6 دراهم، لا، تطبق عليك الطريفه كامله، يعني من واحد حتى الشطر الاخير في الطريفه تيطبق عليك ب 10 دراهم، ما تتبقاش غير تفوت 12 متر مكعب راه تتولي عندك الطريفه كامله. اذا هاد الشركه ديال تدبير المفوض تتبيع هاد الماء وهذا تتبيعه بالدوبل. هنا نعبر عن اسفنا الشديد لهذه الزيادات المهوله واللا ديمقراطيه واللا اجتماعيه، تنعتبروها حنايا لا اجتماعيه.
اولا نطالب باعاده النظر، نطالب باعاده النظر في سعر الماء والكهرباء والغاء الوسيط اللي هو هاد الشركه ديال 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 الشركه ديال التدبير المفوض، الاعفاء التام للاسر المعوزه اللي ما عندها والو. خاص تنعرفوا حنا الشركات هادو عندهم سيوله، كلاو اللي الله يجعل شي بركه، راه كلاو سنوات وما تاكلوا، ولكن جات 3 شهور ولا 4 شهور ما فيها باس انهم يعفيو هاد الناس هادو ديال هاد الناس ديال اللي ما عندهم والو. واش انت عطيتيني 800 درهم وجدتها لي في الماء؟ عطيتها لي بهاد اليد وشديتها بهاد اليد؟ ما يمكنش. اذا هنا حنا تنطالبوا كجامعه بالاعفاء التام للاسر المعوزه ديال هاد الاشهر ديال 3 و4 و5 و6، الاعفاء الجزئي لذوي الدخل المحدود، يخلصوا شويه وينقوا ويحيدوا لهم شويه، اعاده جدوله الفواتير. هذيك الجدوله ديال الفواتير لا يعني لا تعبر عن الرضا ديال المستهلك، مع الاخذ بعين الاعتبار تقنين الاشطر. هذوك الاشطر خاصها تكون مقننه واعاده النظر فيها، هيئه اللي هي وطنيه للمراقبه ديال الاستهلاك للقضاء على هذه الفوضى، تكون واحد المراقبه واحد الهيئه وطنيه تراقب هذا الاستهلاك هذا بعيد عن شو داكشي داكشي اللي دارته راه كاينه. اذا ايضا عندنا واحد عندنا مثلا مراقبه العدادات، كاين شي عدادات في الماء وفي الضوء، كاين شي عدادات تسميهم بعويطه، هذوك العدادات تيشمو غير الريحه ديال الماء تيطير تيبدا يستهلك. وهاد العدادات خاص كاينه واحد الجهه اللي هي وزاره التجاره والصناعه اللي عندها الاختصاص انها تراقب هاد العدادات هادو، خاص هي اللي عندها اللي مفوض ليها باش تراقب هاد العدادات واش فعلا كاين عدادات تيجيهم الشينوا تيركبوهم، ولكن تتركبو راه ما كاينش، راه الماء ما كاينش، تيدوز تيستهلك داك الماء بزاف، تيدوز الماء على الجد، ماشي بحال العدادات العاديين اللي هما عندهم ديال المطابقه اللي ومصدقه عليهم وزاره التجاره والصناعه. هنا دابا تيجيو شركات يشريو عدادات هما الهدف ديالهم هو الربح السريع. اذا هنا بغينا هذا القطاع هذا باش يتهيكل وباش يكون باش ما يبقاش هذه الفوضى، هذه فوضى عارمه اللي كل مره تنجدوا المستهلك وتنجدوا المواطن خارج الشارعتين ضد هذا بهذه الشركات هذو اللي صبحوا تسمع بهذاك الغل المتوحش او الليبراليه المتوحشه. احنا ضد الليبراليه المتوحشه، احنا مع المستهلك ومع انه الاعفاء ديال المستهلك في ظل هذه الفواتير اللي خرجوا مؤخرا. اذا بالنسبه للمستهلكين اللي اتصلوا بدوك الفواتير اللي مرتفعه، انهم يتصلوا بالجمعيه المغربيه لحمايه وتوجيه المستهلك، وممكن كاع يجوا عندنا حتى المقر ديالنا او يتصلوا بنا هاتفيا، او لا الا ما بغاش يجي حتى المقر يدخل الانترنت ويكتبها خدمه تيري المستهلك .ايما، وغادي نتصلوا بالفاتوره ديالو، اسكانيها ويصيفطها لينا وغادي نتصلوا بها وغادي نجاوبوه في العين.